السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. وهمسة جديدة من همساتنا الزوجية، ولقاء يتجدد وضيف جديد عزيز وغالي علينا مع فضيلة الشيخ طارق السعيد المشرف العام على طريقة نور البيان في مصر والتربية بالقرآن، وموضوع شيق وجميل نتمنى إن شاء الله أن أنتم تستمتعوا بيه معنا. فضيلة الشيخ طارق، اهلا وسهلا بحضرتك، وبنهمس في اذن كل زوج وزوجه النهارده ازاي نربي اولادنا بالقران وازاي نحبب اولادنا في القران. دور الاسره في تحبيب الاولاد للقران. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بفضل سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى انزل الينا القران العظيم حتى يكون سبب سعاده لجميع الافراد، للاسره، للزوج، للزوجه، للابناء. لأن طبعا الأسرة في الإسلام لها مكان عظيمة، والإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وضع لنا أسس عظيمة من خلال القرآن العظيم. الأسرة المسلمة بفضل الله من خلال القرآن، بفضل الله سبحانه وتعالى هتجد السعادة من خلال الولد الصالح بفضل الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأيضا بعد الممات ستجد أيضا الولد الصالح الذي يدعو بعد الممات. ولكن نحن محتاجين يعني أن نفهم قضية إزاي تكون الأسرة أسرة تحبب لأبنائها القرآن. طب اسمح لي فضيلة الشيخ، قبل ما نخش بقى ويعني نبحر في الأسرة والقرآن، طريقة نور البيان يعني إيه إحنا بنعمل إيه؟ طريقة نور البيان دي إيه المقصود؟ هو منهج نور البيان، هو النور هو القرآن. نعم. والبيان هو القرآن. نعم. فهو الاسم من أسماء القرآن. نعم. ليس اسم خاص بشخص معين. ولكن نحن اقتبسنا هذا الاسم من القرآن لأنه هو المنهج المقصد منه القرآن. نعم. كيف نسعد بالقرآن في حياتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فمنهج نور البيان بفضل الله هو يبدأ من سن الحضانة، بيبدأ مع الطفل من سن الحضانة، ثم بعد ذلك يتدرج معه إلى مرحلة الطفولة المبكرة من خلال المرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الإعدادية، ثم المرحلة الثانوية. بيقوم بداية من الحضانة إزاي الطفل بفضل الله سبحانه وتعالى يتربى على القرآن قراءة. أول الوحي الذي نقوم عليه هو اقرأ باسم ربك. يبقى أول الوحي اقرأ، واقرأ هي مفتاح العلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بإقرأ، ثم بعد خمس آيات في الآية الخامسة التي خمس الآيات الأولى التي أنزلت من القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم. كأن إقرأ هي مفتاح العلم ونهاية العلم ما لم يعلم. فإحنا ندعو يعني، وهذا منهج نور البيان المقصد منه هو الإسلام جاء لكي ينقل الجهل، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا هو منهج نور البيان، قلت لك هو منهج القرآن، يقوم على القرآن كهداية وكرحمة وكانتشار الخير في الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا عرفت إن في آلاف من الأطفال في مصر يعني يتعلموا بهذا المنهج. بفضل الله منهج نور البيان يعني المدة الزمنية تجاوزت 20 عام بفضل الله. ما شاء الله. كان بفضل الله سبحانه وتعالى لما كان من القرآن كانت القوة، لأنه كلام الله القوي. نعم. فنحن نقوم على تعليم أبناء المسلمين منذ حرف الألف. أول ما تعلم أحد. لذلك يتعلم أحد. يتربى بفضل الله سبحانه وتعالى على الإيمان. فلذلك بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون البركة كتاب أنزلناه إليك مبارك. تأتي البركة النفع الكثير من سن 3 سنوات حتى 6 سنوات. يستطيع بفضل الله أن الطفل في هذه المرحلة يختم 5 ختمات للمصحف تلاوة. ما شاء الله. بأحكام التجويد. ما شاء الله تبارك. بركة أن يجلس مع القرآن قراءة بفضل الله سبحانه وتعالى، وينتقل من كلمة لكلمة ومن آية لآية ومن سورة إلى سورة من خلال الملائكة تحفه والسكينة تنزل عليه ويذكره الله في الملأ الأعلى. ما شاء الله. دي بفضل الله شحن إيمان للقلب. ما شاء الله. فيتربى الطفل على الفطرة التي ولد بها. نعم. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. نعم. عندما يبدأ بالبركة في حياته من الصغر بتمتد معه البركة في مراحل عمره حتى الجامعة، فيصبح قرآنا يمشي على الأرض. الله بفضل الله سبحانه الله وتعالى. جميل جميل. بفضل ما شاء الله, الله سبحانه وتعالى. قائم على الموضوع ده مع حضرتك رجال. بفضل الله المنهج احنا نقوم على تعليم كل من يطلب تعليم بفضل الله من خلال الإدارات التعليمية
نعقد دورات بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل بفضل الله في كل الأماكن مرخص من الأزهر الشريف مرخص من الأزهر، وبفضل الله ومن الشؤون الاجتماعية بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى يتم في معظم كتاتيب التابعة لدور التحفيظ الأزهر الشريف تقوم على تدريس هذا المنهج، حتى بفضل الله نعد الطفل قبل أن يبدأ في حفظ القرآن بالقراءة الصحيحة الجيدة. نعم. التي لا يكون فيها تلعثم بفضل الله سبحانه. كان في تعاون مع وزارة التربية والتعليم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى في تعاون مع كل الوزارات. اي حد بيطلب في اي ادارات تعليمية لبعض المدرسين اي دورات حتى الارتفاع، لان القرائية الان هي مشكلة في التربية والتعليم. فالحمد لله في جهود لاحياء القرائية حتى نعالج الضعف التعليم القراءة في المدارس. بفضل الله فضل في جهود عظيمه اللي وصلني كمان انه الحمد لله كان تم تعاقد مع 118 جامعه في اندونيسيا. بفضل الله بعض الاخوه الاندونيسيه اللي هم بيجوا في المبعوثين تبع جامعه الازهر بفضل الله سبحانه وتعالى ياتون ويتم عقد لهم دورات اثناء تعليمهم في جامعه الازهر خارج الجامعه من خلال اماكن السكن، ياتون ويتعلمون هذا المنهج ويذهبون الى بلادهم بفضل الله سبحانه وتعالى دعاء الى هذا المنهج والى تعليم القران من خلال منهج نور البيان. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يحفظكم ويسدد ان شاء الله. نرجع بقى لموضوع الاسره وتحبيب الاسره للقران وتحبيب الاسره في القران. نعم. تحبيب الاسره للقران، ازاي تتعامل مع اولادها، والاول ازاي هي اصلا تحب القران؟ نعم طبعا، هو الوالد والوالده والام والاب في الاسره هم يعتبروا العمود الفقري للاسره. نعم. فلذلك احنا بنقول لكل ام وكل اب قبل ان تطالبي ابنك ان هو يحفظ القران لازم انت تحب القران. نعم. ما ينفعش ام الان احنا في شهر رجب وام من شهر رمضان الماضي دخلنا على 10 شهور ولم تفتح المصحف. حقيقه. هذه مساله خطيره. حقيقة. يعني احنا يعني المفروض احنا بنستعد الان لشهر رمضان. نعم. كثير من الناس يستعدون بالأطعمة والشراب لشهر رمضان، القلب هذا يحتاج ان احنا نستعد الى رمضان. كم من المسلمين ان يسمعني لم يختم القرآن منذ رمضان او لم يفتح المصحف منذ رمضان؟ هذه مسألة خطيرة. نعم. ولذلك علامة حب القرآن ان احنا نتعامل مع القرآن، نقرأ القرآن، نتدبر القرآن، نفهم القرآن. ولذلك حتى انت تريد ان ابنك يكون رجل قرآني او طالب قرآني أو طفل قرآني، مهم جدا بداية أن الأم والأب يحبوا القرآن، يعظموا القرآن تعظيم كامل في كل حياتهم. إزاي الطفل يجد أمه تمسك المصحف في حياتها وتقرأ كما يراها في المطبخ ويراها على في أماكن الطعام والشراب؟ مهم جدا أنه يراها وهي تحمل المصحف. تعظيم المصحف أيضا أنه يجب أن هي حتى لا تقبل أن ابنها يضع مثلا كتاب العربي فوق المصحف أو كتاب الدراسات، لأن ترى أن المصحف ده شيء عظيم. إذا بتنتقل في القنوات ووجدت رجل يقرأ القرآن تسمع القرآن بإنصات. ما ينفع القرآن يكون مثلا موجود في الإذاعة ثم بعد ذلك نتكلم في أمور دنيا. فإذا تعظيم القرآن عند الوالد وعند الوالدة هو المفتاح الأول أن أطفالنا يحب القرآن. القدوة. نعم. فينتقل الموضوع بعد القدوة. ذلك إلى الأولاد. البيت القدوة والمربي القدوة. نعم. هما البداية للطفل الذي يحب القرآن. طيب، عندنا أسرة بتجتهد والقرآن في قلبها وسمعت الرسالة من حضرتك دلوقتي وهتجتهد إن شاء الله، إيه الدور أو إيه اللي ممكن الأسرة تعمله عشان تحبب الأولاد في القرآن؟ هو مهم جدا، هو يعني الأولاد له مراحل معينة، يعني في طفل اللي هو قبل المدرسة، وفي طفل المرحلة الابتدائية، وفي طفل المرحلة الإعدادية. طفل قبل المدرسة اللي هي طفل الحضانة مهم جدا، هو طفل لين عبارة عن حتة عجينة محتاجة تشكل. أنا مش لا أرى أنها عجينة بل هي جوهرة. تشكل عندما تشكل الجوهرة أو الذهب يشكل فتجد فيه أشياء عجيبة وجميلة. بس تشكل من خلال هذا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فيكون فيها الجمال ذلك، وتكون فيها الصحة النفسية كما نحن في الصحة والجمال. فمن خلال القرآن يأتي الجمال، تأتي الصحة والجمال، يأتي الصحة والجمال في الروح. احنا الآن الصحة والجمال بنطلبها في البدن. ولكن عندما تأتي الصحة النفسية للقلب من خلال تفاعل القلب مع القرآن، يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى الجمال في الأخلاق. الله أكبر. ويأتي الجمال في العبادة. ويأتي الجمال في المعاملات. ويأتي الجمال في السلوكيات. يأتي الجمال في كل شيء. إن الله جميل يحب الجمال. الله أكبر. في كل شيء فضل سهل. فأنا أقول يعني أهمس في أذن الأم والأب إن أنت حبب ابنك القرآن. لا تجعل مرحلة الحضانة مرحلة إن الولد يحفظ. أولا اقرأ ثم بعد ذلك يحفظ، حتى إن لم يحفظ فلا مانع أنه يقرأ. ولكن يعني الترغيب هام جدا في المرحلة دي، الكم والكيف.
أنا أقول الترغيب، ما ينفع مثلا مرحلة 3 ل 6 طفل يعاقب أو يضرب إنه لم يحفظ القرآن؟ نعم، هذا يكون سبب في إن الطفل لا يحب القرآن، ينفر. نعم، ينفر من القرآن، هذه مسألة خطيرة. نعم، مين السبب؟ الوالدين أو المحفظ أو المربي. ولذلك ممنوع الترغيب أصلا، أصل من أصول. لك الحكمة والموعظة الحسنة، لك إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فلذلك قضية الطفل وإحنا بنشكلهم في مرحلة الحضانة بيكون بالبصيرة وبالحكمة. نعم، بالترغيب، بالقصة، تحفيز الإجابة. نعم، بالقصة، تعال نقول له، تعال نقول إحنا بنقرأ سورة الفيل، تعال نقول له، تعال نقول قصة أصحاب الفيل، قصة أصحاب الأخدود، فترتبط الصورة معاه بالقصة. نعم، بالأنشودة، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصطح بالقرآن. يبقى بالأنشودة إذن حبيبه في القرآن، بالعبارة إذن عبيره أنا أحب القرآن، اكتب عندك في البيت أنا أحب القرآن. القرآن كلام الله، الله يحب من يحب كلامه. العبارات دي مهمة جدا إن إحنا نفعلها في بيوتنا، إن القرآن ده أمر هام. وعايزين نقول إن في جميع مراحل التربية بالقرآن سواء قبل المدرسة أو بعد المدرسة، عايزين نشيل من عقل الطفل إن الطفل بيحفظ القرآن عشان ده منهج أو منهج دراسة أو منهج مكرر. لا لا لا، إحنا بنقول أنت بتحب القرآن عشان هذا كلام الله، الله حتى تأتي محبة الله فيك. نعم، فلو جت محبة ربنا فيك هتسعد في الدنيا والآخرة. نعم، ربط الطفل من بداية صغره، من الطفولة، من سن 3 سنوات بمحبة القرآن وأن الله يحبه، وأن القرآن هو سبب سعادته وسبب نجاحه وسبب هدايته في الدنيا والآخرة، هذا أمر هام جدا جدا. نعم، لازم كل مربي، يعني الكلام ده للمربي المحفظ، أنا لا أقول محفظ، كل محفظ مربي، مربي. نعم، يعني عايزين نرغي كلمة تحفيظ دي. نعم، بيربي أبناء المسلمين، مربي. نعم، مربي، بيربيهم على إيه؟ بيربيهم على الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. بيربيهم على ايه؟ بيربيهم من خلال الاداب، من خلال سورة الحجرات. بيربيهم على ان هو يكون في حفاظها من الشياطين الانس والجن، من خلال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. صور بسيطة، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تخيل كل يعني والد وكل والدة، تخيل ان الثلاث صور دول حفاظا لابنك من كل الشياطين، من السحر، من الحسدة، من الشياطين، من كل شر. نعم، سواء نراه او لا نراه. نعم، ولذلك جاءت الاستعاذه في سوره الاخلاص، سوره الفلق وسوره الناس بفضل الله سبحانه. يبقى المرحله الاولى دي هي مرحله تحصين للطفل. تحصين للطفل. نعم، خد بالك، وعمليه تحصين وتطعيم المرحله اللي هي من 3 ل 6. 3 ل 6، لان انت الطفل مش من عمر يوم، من سنتين، مش في مرحله تطعيم في الصحه. نعم، نفس الحكايه، ده اسمه التطعيم الايماني للقلب، لازم واجب. زي ما تطعيم ضد الحظ وشر الاطفال، في ايضا تطعيم للقلب ضد الكبر، لما يكبر ويعرف يقدر يمشي في الحياه ويبقى له مكانه. ازاي تحصنه ضد الكبر ما يطلعش متكبر؟ يبقى زي ما بتحفظيه وتحفظي بدنه من التطعيمات، بالتطعيمات الكيميكالز، الادوية، احفظي قلبه. نعم، وحصني قلبه بالقرآن، من خلال تربية القرآن، تربية القرآن. بس مهم جدا ان ام يكون عندها يقين على هذا الكلام. نعم، مش مجرد الولد راح التحفيظ وجي من التحفيظ ومسك المصحف، لا لا لا، هذه ليست قضية. قضية التربية بالقرآن ليس المقصد فيها الحفظ. نعم، ولكن المقصد فيها هو الانتفاع بثمار القرآن، الله أكبر، وعطاءات القرآن. نعم، من خلال التعرف على الله وأسمائه وصفاته، الله أحد، الله الصمد، الله أكبر، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. نعم، هذا التعرف على الله، هذا الله، الله العظيم الكريم. من خلال هذه الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى نضع اللبنة الأولى في البنيان العظيم للكائن الحي، هذا الإنسان. نعم، إذا أصبح دكتور، أصبح مهندس، أصبح داعية. نعم، يكون بفضل الله قوة إصلاح في هذا المجتمع، نافع في نفسي، نافع لغيره. الأساس بقى طيب، انتقلنا. نعم، لما نيجي ننتقل من مرحلة الثلاثة ستة، ناخد بقى مرحلة الابتدائية بقى، والستة لتسعة، ستة لاتناشر، دي مرحلة هامة جدا. ستة لاتناشر، نعم، هو حضرتك ده بنيان متكامل. نعم، يعني مراحل التربيه بالقران مش بتنفصل. ايه التطور اللي بيحصل بقى في الاسلوب اللي بيختلف؟ 6 ل 12 ابني وابنك بيروح المدرسه. نعم، فبيبدا ينشغل بالمواد الدراسيه، بينشغل عن الايه؟ عن القران، عن القران. هنا بياتي تعظيم الام والاب للقران، يظهر بقى. نعم، بيظهر. اذا فضلت الام والاب ماده الحساب وماده الانجليزي على القران،
هذه مشكلة خطيرة. احنا كده بقى لمسنا جزء مهم جدا خطير في حياتنا، وكل وجعنا كلنا. ما انت ابنك يتفوق، انا بقول لك البرنامج اللي انا بكلمك عنه دون عشان ابنك يتفوق في الفيزياء والكيمياء والرياضه والانجليزي قبل القران. انا بكلمك على تفوق ابنك في كل المجالات، نعم، مش في القران فقط. الاولويات بقى، اه انت فضلت شيء مفسد لشيء تاني. اه لكن انا بقول لك ابنك هيتفوق في الرياضه، نعم، ويتفوق في العربي ويتفوق في الانجليزي، بس في مفتاح للتفوق. اه انا بقول لك ده المفتاح، المفتاح هو القران. اعطيني من وقت ابنك في المرحله الابتدائيه كل يوم ساعتين ثابتين في الاجازه والايه وغير الاجازه وغير الاجازه. لكن هتقول لي انا ابني خلاص هيخلص الامتحان في شهر 5، الاولاد الابتدائي بداوا يمتحنوا الازهر اخر يوم للصف الاول والثاني والثالث الايام دي، نعم، بعد كده يروح القران، انتهوا اليوم هم. بعد كده المراحل التعليميه العامه اللي هي غير الازهريه تنتهي خلال اسبوعين من التعليم من الامتحانات. بعد كده تقول ابني طب والتسع شهور اللي فاتوا ابنك مش محتاج شحن ايماني، مش محتاج لبيئه الملائكه، مش محتاج ان هو يعبد ربنا يتعبد الى الله بحفظ القران. يعني هنحط منهج للاجازه من دلوقتي لغايه بدايه الموسم اللي جاي بالقران عشان ما ينشغلوش عن ضروري ضروري. ما اصل المشكله دلوقتي للاسف الشديد كل الاطفال اللي منعوا من القران ايام الدراسه اكبر شيء يحزن له القلب حرمان الاباء والامهات لابنائهم من خير ورحمه وهدايه القران. يعني احنا بنقول الاب اللي ما بيهتمش بوجود القران في قلب ابنه اب ظلم ابنه، ده حرمه حرمان، اشد حرمان. وجهه نظر حرمان شديد صدقني، نعم، حرمان شديد. ليه؟ لان ده واقع، نعم، يعني القلب ده يتحرك، الوقود بتاعه هو الايمان، ولا طريق للايمان الا القران، نعم، مفيش طريق غير كده. يزداد الايمان تزداد السعاده في حياه الانسان، يضعف الايمان تكثر المشاكل. سواء في الحضانه مرحله 3 ل 6 او 6 ل 12 او 12 ل 15 او 15 ل 20 سن المراهقه، ده كل واقع مرير. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يقبل الفضل من اوقاتنا للقران، لا يقبل الفضل. يعني لما نفضى نودي ابننا فين يحفظ القران؟ هذه مساله خطيره، نعم، دي مش من تعظيم شعائر الله. نعم، وانا لا اتهم احد، ولكن اقول لك انت تفعل كذا او لا تفعل. نعم. علامه تعظيم شعائر الله ان انت تحب الشيء. نعم. واحد بيعظم شعائر الله بيعظم الصلاه، يبقى حافظ على الصلاه في وقتها. نعم. لكن واحد بينسى الصلاه يبقى معظم للصلاه؟ لا اطلاقا. لا لا اطلاقا. ربنا قال كده: فويل للمصلين عذاب شديد الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما بيحافظوش على الصلاه في اوقاتها. نعم. واللي ما بيصليش بيترك صلاه ويسيب صلاه. ايضا انت بتحب القران، علامه حب الله انك تحب كلامه. نعم. طب علامة حب كلام ربنا ان انت تشتاق له يوميا، انك انت تعرض قلبك عليه. هذا واقع. مش تعرض القرآن على قلبك، تعرض قلبك على القرآن. طبعا. نعم. هتجي النفور من قلبك، يبقى انت محتاج انك انت تزود. اصل ده علاج. لذلك قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. الله اكبر. هدى وشفاء. لذلك اذا جاءت هداية القرآن في حياة الناس يأتي شفاء القرآن. ما جاتش الهداية ما فيش شفاء. نعم. هيبقى في مشاكل، امراض كثيره في القلوب. نعم. هو مرض القلب ده الحق، اللي بيحسد ده، اللي بيحقد، اللي بيشتغل بالرشوه، اللي عنده غيبه، اللي عنده حقد، اللي عنده حسد، دي كلها امراض قلبيه. نتيجه ايه؟ عدم وجود هدايه القران في حياه الناس. طب ايه سبب عدم وجود هدايه القران؟ ان هم ما تربوش على القران من الصغر. الله اكبر. هذه مساله خطيره. نعم. قلت لك؟ هذه ده حرمان، هذا حرمان. يبقى من 6 ل 12 ما تحرمش ابنك كل يوم ان يحضر ساعتين للقران. حتى ان لم يحفظ. نعم. مش مهم ابني يحفظ، لكن مهم جدا يقرا. قول للشيخ انا مش عايز ابني يحفظ، لكن خليه يقرا كل يوم اربع ارباع، ويجلس في بيت القران يقرا كمان جزء. مجرد وجوده في بيت القران السكينه بتنزل عليه. السكينه بتنزل بوجود الملائكه. والايمان بيزيد بوجود السكينه، خد بالك، والاعمال الصالحه تزيد بوجود الايمان، وانصلاح الحال يزيد بالاعمال الصالحه. الله اكبر. هي تدرجيه. نعم. مساله التدرج، خدت بالك، شيء مرتبط على شيء، شيء مرتبط على شيء. يعني فانت بتبحث عن ان الولد ازاي، الولد بيشتم، الولد ما بيسمعش كلام امه في المرحله الابتدائيه. نعم. بيبدا النشوز، بتجي لنا مشكلات ما بيردش على امه، التمرد، ما بيحترمش امه. مين؟ نعم. السبب هي امه. نعم. لان هي ما عظمتش القران، ما عظمتش القران. نعم.
عظمي القرآن في قلبك وعظمي كلام الله. نعم. لأن هو ده طريق التربية الصحيحة. نعم. طريق الهداية بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بعد ما اتكلمنا على انه المرحلة الطفولة المبكرة وفن التعامل مع المرحلة ديت، وانه المربي مش المحافظ بقى، المربي بيتعامل بلين وبترغيب وممنوع العقاب، العقاب البدني والنفسي ممنوع تماما. ده جريمة. نعم. هذا جريمة ممنوع. نعم. بالنسبة لمرحلة الحضانة. لكن مرحلة البداية يجوز العقاب، ولكن العقاب بضوابط شرعية. وسائل العقاب كثيرة، ولكن البدني والنفسي يعني أنت لا يعني انت استعمل حفزه. فين المكافأة؟ فين الجوائز؟ نعم. في مكافأة، في جوائز، امنع المكافأة وامنع الجوائز، ده عقاب. هذا هو العقاب الحقيقي. نعم. لذلك لو اجعل الطالب ده يحبك انت كمربي، لو حبك هيستجيب لك. نعم. الأطفال ليه ما بيستجيبوش للآباء والأمهات؟ لأن قضية إن هو أصبح القرآن في حياة الأطفال إجباري. نعم. بيملي عليه، بيكبر عليه. نعم. حتى تجد إن المربي لما مثلا الطفل يقرأ قرآن ويخطأ يسخر منه. الطفل اللي بيحفظ القرآن عشان خاطر أمه، بيحفظ القرآن عشان خاطر أبوه. مشكلة. ولذلك إحنا بنقول المرحلة من 6 ل 12 في جانب تربوي بيدخل عليها. إيه هو الجانب التربوي؟ إن أنا أبدأ أتدرج بالكائن الحي الطفل دون الى قضيه النيه. في رابعه وخمسه ابتدائي اقول له خلي بالك انت بتحفظ، انا كمربي كمحفظ القران بقول له، وامه بتقول له نفس الكلام، يا ابني انت رايح مش هتحفظ منهج المدرسه، لا ده انت رايح بنيه ان انت تتعبد لربنا بالقران، فلازم تخلص عملك لربنا. الله اكبر، الله اكبر. لكن في الطفل في سن الحضانه مش هيعرف معنى الاخلاص. نعم. لكن لما طب ليه انا بحضره ليه في المرحله دي؟ عشان هو داخل على سن التكليف، سن البلوغ. سن ال 12 سنه. نعم. اول ما يدخل القلم يجري عليه يبدا يكتب عليه الحسنات السيئات، يبدا يعرف ان في حاجه اسمها العمل وفي حاجه اسمها النيه. النيه اللي هو الاخلاص، والعمل لا يقبل الا بالاخلاص. فانا بقول له انت مش رايح تحفظ عشان انت خايف من الضرب من الشيخ، لا مش بتحفظ عشان ده منهج مدرسه، لا لا لا، انت مش بتحفظ عشان انت هتاخد جوائز، لا لا لا، انت مش بتحفظ عشان ان انت تقول ان انت اشطر من زميلك محمد او جمال او سعيد، لا لا لا، انت بتحفظ عشان يقال لك يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الله اكبر، الله اكبر. حتى اذا دخلت القبر يكون القران نور لك في القبر. حتى اذا مشيت على الصراط يكون نورهم يسعى بين ايديهم، نور القران. لازم الكلام ده يتكرر كتير من الام ومن المربي ومن المحفظ. المربي الاول الام، المربي الثاني الاب، الثالث المحافظ، المعلم او المعلمه. لو حصل فصل بينهم نعم. مشكله كبيره جدا. الفصل اللي هو اختلاف المنهج او اختلاف الطريقه، يعني النيه والفكر. يعني هو دي قواعد ثلاثه يقوم عليها هذا البنيان، لازم يتفق بنيان عليها. التربيه. ولذلك انا بخاطب الام الان، وبخاطب الوالد، وبخاطب المعلم او المعلمه او المحفظ او المحفظه في الحضانه او المحفظه في اداره التحفيظ، انا بخاطبك وبقول لك انت بتكملي، احنا الثلاثه محور التربيه زائد المنهج. المنهج عندنا هو الايه؟ نور البيان، القران. المنهج هو القران. منهج من؟ كلام الله. نعم. فيه السعاده، فيه النور والفلاح والهدايه. اذا المنهج مضمون نجاحه 100%. نعم. لانه كلام من؟ كلام الله. الله وهو الذي خلق الانسان. وزيك ربنا قال في سوره الرحمن كلام، يعني سبحان الملك، قال الرحمن علم القران. نعم. الله. نعم. وخلي بالك السوره دي العلماء بيسموها سوره النعم. النعم. ولذلك ربنا كل شيء يقول لي فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعم ربنا بتكذبه. ولذلك كان اول ذكر الاول النعم، نعم التعليم القران. الله اكبر. احنا ان بعدها خلق الانسان. نعم نعم. احنا مش عايزين الوقت يروح بينا، وانا عارف ان حضرتك مهتم قوي، نتكلم شويه عن المراهقه، سن المراهقه. سن المراهقه. نعم. هو حصاد المرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة. نعم. فلذلك سن المراهقة ده انا اقول نعم ده سن الفيصل. احنا محتاجين فيه ان احنا زي محتاج الطفل الطالب او اللي هو دخل في سن المراهقة، الغلام دون محتاج رعاية مركزة. المشكلة في السن ده 99% من ابناء المسلمين بيهجروا حلقات التحفيظ. نعم. ودي مشكلة خطيرة. الوجع جاي منين بقى؟ نتيجة الحصاد من المرحلة الأولى والثانية، لما أهملنا في الأولى والثانية بعدم تعظيم القرآن.
من الوالد والوالدة والمربي وعدم استعمال الطرق التربوية في تحبيب القرآن كانت النتيجة هروب وهجر، نعم. لأنه أصبح له شخصية. لكن لو اشتغلنا في المرحلة الأولى والثانية بتحبيب القرآن طريقة صحيحة، بفضل الله هو بنفسه هيفضل في الحلقة. فلذلك أقول سريعا، المرحلة دي ابنك محتاج فيها للغذاء الروحي القرآن أكثر من الرياضة والإنجليزي. هو هيذهب لدروس الرياضة والإنجليزي وفي الثانية والفيزياء والكيمياء لا مانع، لكن الجانب الروحي بيدخل على سن المراهقة، الشهوات بتتحرك والشيطان بيدخل عليه، الجانب الروحي هو محتاجه أكثر من الجانب المادي. فالناس بتهتم بالجانب المادي اللي هي الدروس والأكل والشرب والنوم وبيتركوا الجانب الروحي، فالأولاد بيخرجوا من أيدي المربين. نعم، حرف شديد. نعم نعم. من السبب؟ أنا وأنت أيتها الأم. إحنا عايزين كبسولة سريعة كده بعد إذن حضرتك، وقتنا ما عادش، كبسولة لكل أب وكل أم همسة من همساتنا الزوجية في فن التربية، وإزاي نتعامل وإزاي نحبب بسرعة الأولاد في القرآن. ابنك بنتك أمانة هتسئل عنها من يوم القيامة. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. هنسأل، وكفى بالمرء إثم أن يضيع من يعول، اللي هم أولادك. نعم. اسم ما فيش بعده اسم. ضحي بمالك، ضحي بوقتك، ضحي أيها الوالد بجزء من وقتك، واجلس مع أبنائك، تابع أبنائك، اجتمعوا على القرآن، حبوا القرآن، ارجعوا إلى القرآن، هذا هو الطريق ولا طريق غيره. الهوجة اللي عايشينها عشان الامتحانات والمادة اللي طغت علينا، أنا عايز برضو نصيحة من حضرتك في دقيقة للأسلوب الأمثل لاستقبال موسم الامتحانات في البيت المسلم. الامتحانات ده شيء جزء في حياة الإنسان، لكن مع القرآن بيستوي هذا الأمر. نعم. لأن احنا بنعظم الإنسان، لما يعظم الشيء العظيم لما تكون حاجة بسيطة بتبقى بسيطة. الامتحان أمر بسيط، احنا بنربي أولادنا عن القرآن، والقرآن أول حاجة في القرآن اقرأ يعني العلم. فابننا مجتهد في العلم، هو متفوق في الرياضة، متفوق في الإنجليزي، متفوق في الحساب، متفوق في القرآن، فبفضل الله الامتحانات لا تمثل له شيء. لا تمثل له شيء. يعني أحد أولاد أبناء المسلمين بيسألني يقول أنا تركت جزئية بسيطة، أنا زعلان جدا جدا. يعني في الترم الأولاني كل المواد بتاعته متقفلة 20 من 20، 40 من 40، فمجرد إن هو ساب جزئية بسيطة زعلان. ليه؟ عشان إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. فالرفع بالقرآن يجد الإنسان عنده دائما الكرامة في أن يكون متفوق في كل مجالات حياته، لأنه تربى على الإيه؟ على القرآن. لا يخاف حين يخاف الناس، ولا يحزن حين يحزن الناس، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله، وهو مستعين بالله في كل أحواله، فالمدد والعون من الله في كل حياته. فهو يرفع شعار إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. نعم. في كل مجالات الحياة، فهو في عزة، في تفوق في كل مجالات حياته، لا يتأثر ولا يحزن بفضل الله سبحانه وتعالى. فضلت الشيخ طارق، الحقيقة الوقت مع حضرتك بيعدي بسرعة، وعدنا إن شاء الله بمزيد من اللقاءات الطيبة ديت، نربي ونعلم إن شاء الله. بنشكر حضرتك في نهاية اللقاء على الكلام الطيب الجميل اللي خارج من القلب، ووعد إن شاء الله بلقاء تاني إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج همسات زوجية، في نهاية اللقاء التربوي الرائع ده لا يسعنا إلا أن احنا نشكر فضيلة الشيخ طارق السعيد، مؤسس طريقة نور البيان، وفريق العمل الرائع اللي بيعلم معاه، كل الشكر ليكم، ووعد بهمسة جديدة قريبا إن شاء الله. حتى نراكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.